القذافي يرادف الضحك في وجوده وحتى بعد غيابه، فشخصيته المثيرة للجدل وحتى الجرائم المتهم بارتكابها ضد الليبيين شكلت مصدر الوحي الرئيسي للفنانين الليبيين الذين حولوا جدران بنغازي إلى لوحات كاريكاتورية تلون شوارعهم. أول من افتتح هذا الفن في ليبيا هو قيس الهلالي، لكن قوات القذافي لم تتحمل جرأته فاغتالته في مارس الماضي. إبراهيم شاب لا يتجاوز 22 من العمر، وجد في الرسم على الجدران أفضل وسيلة للتعبير عن رأيه. نعم، تعبير الرأي. الفنانون ليس هناك من يرعاهم أو يدعمهم، فهم من يشترون بأنفسهم الريش والألوان، ودافعهم الوحيد هو طوقهم لحرية التعبير. في ليبيا كل ثار على طريقته، فالفنانون جسدوا ثورتهم على الجدران قبل أن يجمعوها وينقلوها إلى متحف أرخوا فيه جرائم القذافي بريشتهم. معرض جرائم الطاغية يظهر قدرات الشباب الليبي، فهم وكأنهم كانوا ينتظرون فقط الفرصة التي تتيح لهم تفجير إبداعاتهم. تحول تلقائيا إلى تجسيد وتمثيل لجرائم الطاغية وأعوانه. الفنانون حولوا القذائف والرصاص الذي وجهه القذافي نحوهم إلى منحوتات فنية. آخرون صبوا تمنياتهم ورؤيتهم للقذافي في تماثيل. أما الباقون فحولوا خطابات القذافي وأفعاله إلى أضحوكة لكل من يزور المعرض. رولا الخطيب، العربية، بنغازي.